تشيد، ما الذي تميز به هذا الميثاق عن اتفاق سلم أو اتفاق جوبا؟ اتفاق جوبا أيضا وضع لبنات وأطر عامة للسلام وأيضا للخروج بالسودان من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الدولة المدنية ذات المواطنة المتساوية. يعني أنا سؤالك هذا سؤال جوهري جدا، ويمكن يعني يمكن إعادة تشكيله بسؤالك الأول اللي سألته بصف نفس الاتجاه، بأنه هل هذا الإعلان السياسي سيفضي إلى تحقيق آمال وطموحات الشعب السوداني من خلق استقرار سياسي واقتصادي في البلاد؟ ويمكن أنا في آخر مداخلتي السابقة وقفت في الحتة بتاعت إنه هذا الإعلان يعني ليست هنالك نقاط جديدة من ناحية سواء كان دعم التحول الديمقراطي أو حل الإشكال السياسي أو حل الإصلاحات الأمنية وما إلى ذلك، ولكن الجزئية الجديدة فيه هي جزئية الهيكل والإصلاح. ويمكن ختمت كان مداخلتي الفاتت بأنه هذا الإعلان يمكن خلق تشوهات قد تكون أكبر مما كانت عليه في السابق، بدليل أنه يعني أحدث انشقاقات أولية في الحواضن السياسية نفسها. هنالك يعني كثير من الأشخاص، أول تحدث عن 21 مكون، نعم يعني نعم يعني لا دعنا من هذا، يعني حتى يعني قوة كبيرة وضخمة ولها تأثير الكبير من موقعي سلام جوبا مثل حركة العدل والمساواة بقيادة الدكتور إبراهيم جبريل إبراهيم وزير المالية انتقد هذا الإعلان واعتبروا بأنه يعني وستكون الحركة الرد حاسم في هذا الأمر. هذه لغة سورية أنا قد لا أتفق معها، ولكن لديهم مبررات كتباين وجهة نظر، نعم، يعني مقبولة، ولكن لديهم مبررات طرحها أساسها بأنه هو يطالب بأن يكون اتخاذ القرارات في هذا الجسم الجديد يتم عبر التوافق وليس الـ 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 الإجماع، باعتبار أنه هذه مرحلة انتقالية ونحن جميعا شركاء ويجب أن تسير الأمور من باب التوافق.